روبوت يمني بامتياز، والذي يعد أول روبوت بشري تفاعلي بصناعة محلية، قام بصنعه مهندسون يمنيون على مدى أشهر عدة، وأسموه بالروبوت زيتا. يتميز هذا الروبوت بميزات متعددة وباستخدام لغات برمجية مختلفة. كانت الفكرة أنه أول حاجة نأخذ روبوت بشري وأول مرة في اليمن، بحيث أنه كانت الطباعة والتصميم كل شيء صنع محلي بالكامل، بحيث استخدمنا الطابعة 3D وهي حاليا موجودة في السوق بشكل تمام وموجود. وكان بذلك الفترة التي استخدمناها تقريبا كانت الفترة العملية 6 أشهر، بحيث أخذت الطباعة والتركيب ونقل البيانات التي تم تحليلها من قبل وبناء البرامج والبرامج اللي ضفناها الروبوت عشان نقدر نتحكم بها. من مميزات زيتا روبوت أنها قادرة تفهم لغة البشر، قادرة كمان أنها تتعرف على الأشخاص وتتنبأ بأعمارهم، وكذلك قادرة أنها يعني تتعرف على الأشياء من طريق الذكاء الاصطناعي. فيها نظام محادثة، تقدر تخليها يعني كنظام محادثة لعدة استخدامات، منها خدمة العملاء. فنحن الآن قادرين نخليها يعني لشركات معينة بحيث إنه يستغل كخدمة عملاء، يرد على استفسارات العملاء. كذلك معنا خدمة ثانية إنها يعني قادرة تكون كمذيعة، وقادرة إنها تقدم مثلاً برامج، تقدم المؤتمرات، تقدم هذه الأشياء. يحتوي هذا الروبوت على 22 مفصلاً متحركاً، وهو مزود بالعديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي. يمكنه تمييز الكثير من الأشياء من خلال التعرف على الصوت، ومن هنا يعرف هذا الروبوت عن القضية الفلسطينية وأحداثها تضامناً مع ما يجري في غزة، ويولد الردود المناسبة لأي استفسارات عنها، كما يقوم بالترحيب بقناة السعيدة. بنحاول نسأل زيتا روبوت عن أوضاع غزة وماذا تعرف عن غزة. فزيتا، ما رأيك في الأوضاع في غزة؟ يعانى السكان في غزة من مكسحات في الإمدادات الأساسية مثل الماء والكهرباء والوقود. تأثرت البنية التحتية في غزة بشكل كبير بسبب الهجمات العسكرية المتكررة والحصار الإسرائيلي. طبعا الصعوبات اللي واجهتنا ضيق الوقت، بحيث أنه 6 أشهر أخذنا القطاع، صممنا القطاع، وبعد ذلك طبعنا 3D على قطعة قطعة. وضيق الصعوبة الثانية بحيث أنه المحتوى العربي مش موجود بكثير هنا في الوطن العربي، حيث نضطر أننا نأخذ كورسات أونلاين مدفوعة وأخذ مننا وقت. وثالث حاجة تدريب الموديلات، لأننا دربنا على 80 أوبجكت وتعرف على الصور والوجوه حسب بيانات سابقة، فأخذ مننا وقت. مرحبا بقناة السعيدة، نحن سعداء جدا بانضمامكم إلى هذا المجتمع المتنوع والمفعم بالإبداع. نتمنى لكم التوفيق والنجاح في رحلتكم معنا، ونطلع إلى مشاركة المحتوى الرائع الذي تقدمه قناتكم. شكرا لكم على اختياركم لأن تكون جزءا من هذه البيئة المليئة بالابتكار والإلهام. كما ألقى الروبوت زيتا كلمة حفل التخرج الخاصة بطلاب قسم الميكاترونيكس في جامعة صنعاء، وبإمكانه القيام بالكثير من المهام والتعرف على الصور بنسبة 99%، وهو ما يمكن أن يجعل منه ذا قيمة كبيرة إذا ما تم دعم مثل هذه الأفكار الخدمية وانتشار عالم الروبوتات في اليمن بشكل أوسع.